على مين؟ تفضل على بركة الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع بأجمل باقات الورد والياسمين. نستقبل حضراتكم ونرحب بكم ونسعد معكم بهذا اللقاء، وهو ألوان نوت، وإن شاء الله مع الأستاذة الفاضلة المبدعة إنصاف راشد. وقواعد اللقاء النهار اليوم هي إن حضراتكم بيكون الرابط والأكواد للحضور إن شاء الله للشهادة آخر اللقاء، إغلاق المايك والكاميرا للخصوصية. التعارف إن شاء الله بنتعرف عن طريق الكلاس بوينت، وفي سؤالين فقط. الالتزام بأهداف الجلسة، التفاعل مع المدرب والأنشطة بإذن الله. واضحة حضرتك؟ النهاردة معانا الأستاذة إنصاف بن راشد، وهي من تونس الغالية الخضراء. هي أستاذة أول فوق الرتبة، متحصلة على شهادة المرحلة الثالثة ماليا وتجارة دولية، مدرب خبير، ماستر ترينر اكسكلوسيف جولد، معتمد لدى مايكروسوفت، ايضا ممبر شيب ان جلوبال ترينر اكاديمي، امباسيدور موت، امباسيدور تي 4، امباسيدور وكلت، امباسيدور توينينج، ارضو سفيره ومعتمده لدى العديد من الفرق، وايضا للتدريب والتطوير الفلسطيني، مدربه الجمعيه التونسيه للمبادرات التربويه، مدرب وعضو فريق الرقي التكنولوجي، منسقه ومدربه مبادره علم وشغف، مدرب فريق كلنا مجددون. متحصلة على شهادة الجودة التونسية الفليب جريد، أيضا سفيرة ليها، وأيضا معتمد مدرب معتمد لدى الفرق والمدربون والمبادرون، أيضا نحو القمة، عضو في مجتمع جلوبال الأوروبية والحائزة على الجائزة الوطنية للتوأمة الرقمية، سفيرة ومنسقة هنا جهوية، وعضو داعم أو دعم لجوستي للأسبوع العربي للبرمجة. وسعدنا قوي بأيامها باللقاء الجميل ده. مدرب تنمية بشرية، أيضا مهارات التفوق الدراسية، تقوية التركيز وتحفيز الذاكرة البرمجية اللغوية المالية، ومهارات التواصل، وما شاء الله إنجاز عظيم للأستاذة إنصاف، ونشكرها على حضورها الطيب، وإن شاء الله نستمتع معها. عندنا السيدة الفاضلة الأستاذة شوقية حواورة من فلسطين، ماجستير أساليب تدريس لغة إنجليزية، ومدربة دولية وخبيرة حائزة على بسم الله نأسف يس الله أكبر معانا، بس الشريحة تجري بسرعة. هنا فائزة بجائزة المدرسة الدولية 2020 2019 2020، حاصلة على المركز الثاني في جائزة الرئيس الإبداع والتميز 2020، عضو وقائد وسفير ومعلم معتمد من مجتمع ويكليت، سفير البانسي، سفير كاهوت، نيربوت معتمد، معلم معتمد من كلاس بوينت، معلم ماينكرافت المعتمد، سفير مجتمع التعليم وسفير العقول الذكية، أفضل معلمة ملهمة في العالم. الترشح لمعلم العالم لهذا العام 2021-2022، والترشح لمعلم فلسطين أيضا، الترشح لجائزة فاكي وجائزة التعاون، فائزة بجائزة أفضل 100 معلم من معلمي العالم المتميزين، مدربة معتمدة في مايكروسوفت العالمية، خبيرة مايكروسوفت العالمية 2022، أيضا لها مشاركات وبمسابقة إلهام في الفلسطينية الوطنية لعدة سنوات، سفيرة
للمجد من جمعية المترجمين العرب، ودي يعني معروفة جدا، مدربة وميسرة ومحكمة في أسبوع البرمجة العربي، مدرب دورات أونلاين للغة الإنجليزية، وما شاء الله مسيرة من العطاء للأستاذة. أيضا ليها الحصول على شهادات هنا من تميز للأكاديمي، نعم معذرة، من جمعية المترجمين العرب، أيضا مؤسس فريق للإبداع، بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله، معلش اسمحوا لنا، النت بيهنج وبيعلق الشرايح، نأسف يعني، بس هي مسيرة من العطاء والجهد الرائع ما شاء الله عليها، وإحنا بنسعد باللقاء معها الأستاذة شوقية في كل لقاءاتها الطيبة ما شاء الله، وكان من عطائها كان عملت جمعيات وللغة الإنجليزية، وأيضا من جهدها الطيب جمعت كثير من الفرق لتدريس اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية وجميع اللغات في وقت وآن واحد، وكان لقاء طيب وجميل من عندها، وأنا بكمل إنجازاتها، بس الشريحة بس أيوة، في عندي هنا رئيس الجمعية معلمي اللغة الإنجليزية كما ذكرنا، توأمة هنا مع عدة فرق عربية وأهمها التوأمة التربوية العربية التطوعية مع 25 مبادرة من 11 دولة عربية، الترشح لجائزة المرأة العالمية المبدعة، قاضية لتحكيم جائزة المرأة العالمية المبدعة سنة 2021 2022، مدرب تي أو تي من أكاديمية إرادة الدولية، مدرب رقمي من سفراء للتدريب المهني، أيضا سفيرة ممثلة فلسطين في المشروع الأخضر العالمي للمحافظة على البيئة مع أكثر من 30 دولة ما شاء الله، سفيرة المبادرة العالمية لحوار سفر، وعندها جواز سفر ثقافي عالمي كممثلة لدولة فلسطين، الحصول على وسام المعلم المبدع من مصر، عضو في أكاديمية التدريب العالمي، منسقة في أكاديمية برايم مصر، عضو في مجلة قاها العلمية الأسبوعية ولها كتابات فيها، اللجنة الإعلامية في مجلة آتا، سفيرة فلسطين لمبادرة العقول المفكرة، متحدثة رسمية في مؤتمرات محلية وعالمية، وما شاء الله رحلة طويلة من العطاء، جزاها الله كل خير. ومعاكم محدثكم الآن أمير أحمد سالم، سفير لفريق MTIEBP الفلسطيني، أيضا عضو في برنامج توفل بالكويت، وعضو المجتمع الاقتصادي، مرشح لجائزة معلم عالمي، أيضا مقدم ومحاضر لعديد من الورش، معلم معتمد سفير لعديد من التطبيقات، حاصل على دورات تعليمية من عبر الإنترنت من منصة سوارسة الدولية، في عندنا أيضا كنت مدير لمدرسة هنا في سلطنة عمان الحمد لله، أيضا مدرب تي أو تي، وعند مؤسس لفريق برنس فور تريننج، ومبادرة يلا نغير نفسي مدرستي مجتمعي عن طريق التدريب والتعليم لكي نرتقي سويا، معلم ماستر معلم ترينر من مايكروسوفت، ونشكركم وعلى صبركم معنا، ونبدأ أول اللقاء مع السؤال اللي هو بننتظره، ونحضر الكلاس بوينت اللي أنا بروح على حاجة بسيطة خالص، أول ما يظهر عندي الرقم بتاعي على أقصى اليمين حضراتكم أنا بضغط عليه عشان تشوفوا كمان اللي معاه الهاتف بيروح على الباركود ويسجل الاسم بتاعه والرقم عنده، وبسهولة جدا اللي ما معاهش الباركود يكتب على أي متصفح كلاس بوينت بس، ويخش على اللي هو للصف للطلاب، تمام؟ ونريد التفاعل من حضراتكم، متفعلها أستاذة عندك الصورة؟ تمام ايوه، عندي سادين دخلت ما شاء الله عليها، اول ما طلع عندي هنا الشات الاسم بتاعها جه وصل، وعندي الاستاذه ليلى جميل خالص، بنشوف حضراتكم هنا الاسماء، لحظه واحده
بعيد تاني بس عشان احرك الشريحة لو ما حدش عارف ياخد الباركود كويس. هو واضح يعني بيقدر ان هو يلتحق بالصف عن طريق الباركود، مجرد ان هو يكتب الرقم اللي هو 21804. ممكن حضرتك تكتبيه في الشات اللي ما عندوش حاجة وسيلة او شيء، وانا انضميت معاكم حضراتكم اميرة اهو. عندي هنا يسرى ومستر سفيان ومسز ابتسام والاستاذ مين عندي هنا، الله، الاستاذ عفاف والاستاذة فادية ما شاء الله والاستاذة حياة، واسمحوا لنا لو في حد ما ذكرنا اسمه الحين. تمام، واضح. محدش شكرا يا نازل يلا الحياة كلنا الحمد لله. عندنا كام؟ 12 بس، احنا عايزين كل الحضور يعني الصالة تسع 200 لان ده برو، اما العادي ياخد 25 فقط. اهلا استاذ محمد، وعندي هنا وفيدا او فادية، سوري ام سوري، عندي كمان لسه عاوزين كمان كل الحضور يشترك يمسح الباركود، او عندي الرقم بتاعي اللي هو يكتب بس في لما على المس بالبراوزر اي متصفح يكتب بس كلاس بوينت واللينك التاني يفتحه على طول هيلاقي صفحة قدامه يكتب فيها الرقم والاسم فقط، ما عليه ان هو يفعل كده، وبعدين هتلاقي على طول يعمل كليك. ايوه اهلا وسهلا فلسطين بادين، يس مسز شوقية دخلت كمان معانا، مرحب اهلا استاذة ديمة. اللي معاش اهو الرقم عندي 21804، كلنا حماس ونشوف. الله ما شاء الله عليكم، يلا ها ها قدامنا لحظات ونقفل الكلاس. تمام، ايوه كده اهلا وسهلا. الاستاذة سلمى مرحب بيكي، الاستاذة رائدة او عندي هنا، اهلا استاذ وليد اهلا وسهلا، مرحبا بكم اعزائنا الكرام. اتستمتعوا بالنهارده بالالوان نوت، ودي يعني هتكون مع المبدعه السيده انصاف، وان شاء الله واحنا باستضافتنا الاستاذه شوقيه المسيره الجميله من العطاء، الاستاذه اسماء اهلا وسهلا، الاستاذه شاديه مهران مرحب بيكم كلكم ومنورينا واحنا تشرفنا بيكم، يا مرحبا. نعم أستاذة شوقية لو سمحتي على الخاص لو سمحتي. اوكي خلاص، دول 20 اللي انضموا الينا، نشكركم. وعشان نبدا اللقاء بتاعنا مستعدين، عندي السؤال الثاني بعد ما تعرفنا على الحضور، نقول بقى سؤال بسيط خالص، ايه اللي تعرفه عن الوان الطيف؟ كلنا عايزين استجابات، دقيقتين اللي تكتب عليها بس، ايه هي حضرتك اللي تعرفه عن الوان الطيف؟ يلا نشوف اجابات حضرتك، سوري الوان نوت، ام سوري الوان نوت، زي الوان الطيف يعتبر. هنشوف النهاردة ايه الجديد في النوت. تمام، والاستاذة هتوضح لنا كل شيء بالتفصيل. اكتب حضرتك ايه اللي تعرفه. تمام، نشوف كده. اهلا وسهلا استاذ سفيان، مرحب ديما، اهلا وسهلا استاذ عفاف، اهلا وسهلا، مرحب بيكم كلكم. نشوف بقى الكتابات بتاعكم. انا اسف خرجنا عن ال تمام، تاني مرة تانية معلش. تاني، في عندي ممكن أشغل لكم موسيقى بسيطة لو تظهر وعدم الإزعاج، عندي لسه بقى الناس عاوزين نجمع الإيه الإجابات بتاعتنا كلنا. أيوه أهو في ناس بتكتب أهي، يعني عندي أنا بعرف العدد على طول من اللايف ستيتس اللي عندي فوق هنا. تمام، إجابة بس بسيطة، حتى لو تكتب على الشات، اللي مش شايف حاجة يشوف يكتب على الشات عنده ما فيش مشكلة، اللي ما التحقش بالصف. عندي خمسة هنا، الله ما شاء الله، عاوزين أكتر. قدامنا دقيقتين، الحين سبعة. هنشوف أول أسماء عندي هنا، الأستاذة ليلى أهلا وسهلا، أستاذة عفاف مرحب بيكم جميعا مشرفينا. انا بكتب في المستطيل، اضغط في المستطيل واكتب اللي اعرفه على طول حضراتكم، يعني انت لو تضغط في المستطيل تحت الاسم كده وبعدين سبميت هيجي لنا الاجابه كلها باذن الله تعالى. ايه احنا عايز، ماذا تعرف عن النوت؟ ايه هو الوان نوت؟ هي مسمياها الاستاذه انصاف. تمام، وهنعرف الجديد فيها. تمام، الاستاذه ابتسام اهلا وسهلا، الاستاذه يسرى والسادين عندنا،
أهلا وسهلا بيكم جميعا، شرفتونا، مرحب بيكم، وأنا 14 اللي دخلوا الحين معانا في هذا اللقاء. تمام، ونشكركم. ودلوقتي احنا عندنا سؤال كمان، بس احنا عاوزين نبدأ اللقاء عشان ما نتأخرش عليكم. وأستاذة إنصاف، أستاذة إنصاف، طيب عليك نبدأ. العافية، عليك العافية، الله يبارك فيك، شكرا تسلمي. جدا، تمام جدا على الحريف. تسلمي. الآن إنصاف، أنا حابة ست إنصاف تعرف عن نفسها بزيادة من صوتها ومعلوماتها الحلوة، لأنه في عندنا الخربة الشعبية في الكلمة التعريفية، فإن شاء الله نبدأ الآن على بركة الله مع مس إنصاف بن راشد، ضيفتنا المدربة الدولية من تونس الحبيبة. ونشكر مسير اللقاء الأستاذ أمير من مصر الحبيبة على هذا تسلمي. التقديم. الآن معك أستاذة إنصاف، عرفينا عن نفسك أفضل كلماتك إن شاء الله، وابدأي على بركة الله التدريب عن الون نوت كأداة من أدوات مايكروسوفت 365. تفضلي، المايك الله، معك. شكرا أستاذة شوقية، شكرا للأستاذ أمير على مجهوداته، على تفاعله في هذه الحصة، وعلى حسن إدارته لهذا اللقاء. شكرا لكل إخوتنا من مصر العزيزة. إذن أستاذ أمير لو سمحت أعطيني إمكانية التشير. حاضر إن شاء الله، حاضر، لحظة شكرا واحدة، عفوا. تكرم. عادي عادي، انت مجرد ما مشارك. شاركتي استاذه انصاف بروح نعم، شاركته، عادي انت شاركتي. ومن عند الأستاذة كمان شوقية كمان. أوكي، تفضلي شاركي. حاضر بإمكاني. بإذن الله تعالى. ظهر أيوة تمام، الشير أيوة لسه حضرتك واضح. واضح تمام، وصل. أوكي تمام، اوكي أي اوكي بتأخر في شكرا. الصورة بس. أوكي طيب اوكي، لأنه عندك الشخصية هيدي. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ هذا اللقاء على بركة الله. إذن كما قال الأستاذ وتفضل الأستاذ أمير، فقط أنا أستاذ أول فوق الرتبة، متحصل على شهادة المرحلة الثالثة مالية وتجارة دولية، مدرس خبير معتمد لدى مايكروسوفت، ماستر ترينر اكسكلوزيف جلوبال ممبرشيب ان جلوبال ترينر اكاديمي، امباسادور موت، امباسادور تي 4، امباسادور ويكلت، امباسادور اتوينينج، سفير ومعتمد ومدرب معتمد لدى فريق التدريب والتطوير الفلسطيني، مدربة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية وعضوة فيها، مدرب وعضو فريق الرقي التكنولوجي، منسقة ومدربة في مبادرة علم وشرف، مدربة في فريق كلنا مجددون، وسفيرة أيضا في فريق كلنا مجددون، سفيرة ومدربة معتمدة فريق نحن المبادرون نحو القمة، وهو فريق الأستاذ الشوقية، عضو مجتمع فليبي جريد، متحصلة على شهادة الجودة التونسية والأوروبية والجائزة الوطنية للتوأمة الرقمية، سفيرة ومنسقة جهوية وعضو دعم لوجستي للأسبوع العربي للبرمجة، Global Community Leader in Global Educator Network GUN، مدربة تنمية بشرية في مهارات التفوق الدراسي، تقوية التركيز وتحفيز الذاكرة، البرمجة اللغوية ومهارات التواصل. إذا نبدأ إن شاء الله لقائنا. إذا هذه قواعد اللقاء كان قد ذكرها الأستاذ أمير وتفضل بذكرها. محاور التدريب، إذا سنقوم عارف والتعريف خدمة ون نوت، أساسيات الون نوت، طريقة فتح خدمة الون نوت، طريقة تثبيتها على الجهاز الكمبيوتر، طريقة رفع الملفات، وقائمة التحكم في ون نوت. إذا لو سمحتم هل يمكنكم الالتحاق بكلاس بوينت على الكود؟ هيو راح أشير لكم إياه بالهايلايت. أوكي، هاي هو 38197. أستاذة حياة أو أستاذة شوقية، أستاذ أمير، لو تكرمتم بوضع الكود على الشات. عيدي لو سمحتي لأنه نازل لتحت. 38 3 8 1 9 7. تمام، هي مكتوبة على الشات، إذا ادخلوا مرة أخرى
على هذا الكود على كلاس بوينت مثل ما دخلكم الأستاذ أمير، بس اكتبوا على أي متصفح كلاس بوينت ودخلوا هذا الرقم. هذا كود جديد. احنا كم معنا؟ احنا كم معنا هلا في الحضور؟ سادة الحضور معنا؟ عدد الحضور معنا كم؟ معانا ما شاء الله عدد كبير، يعني حوالي 60 61 هاي كتبت. ما شاء الله ما شاء الله، ما برضى إلا إنه يكونوا الكل معنا ويتفاعلوا معنا في هذا اللقاء لحتى يكون لقاء مميز بهم وبمبادراتهم وبمشاركتهم في هذا اللقاء. إذن هذا اللقاء هو سيكون لقاء تفاعلي، فما برضى إلا ليكونوا 60 موجودين. يلا الكل بدنا نفوت، الكل بدنا نفوت. يلا في تصاعد في العدد بس بنسق بطيء، بدي التصاعد يكون كتير 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 سريع، يعني بدي ما بلحق اني اقرا ال 18 تلاقي نفسي في 22 بعدين في 30، يعني ما بدي الحق حالي في الاعداد. يلا فوتوا فوتوا، اهلين ومرحبتين. انا عدت لكم طاوله، ايه شو حلوه، حلويات على مشكل، على غلال، على كسكس تونسي باللحمة. يلا فوتوا لعندي، يلا أهلين وسهلين فيكو. ممكن يمسحوا الباركود؟ نعم على الباركود، يعني يمسحوه بالهاتف. أوكي يلا اضغط على الرقم. هاي هو الباركود. أيوة. كمان أيوة أفضل. تكرم أستاذ أمير. عفوا، كلنا نساعد بعض. شكرا. يلا معنا الأستاذ سفيان، الست شادية، أبير، سيدين، عفيف، هيدو كلهم أصدقائنا يلي موجودين. أهلين وسهلين فيكو. ذويبي ولا أهلين ولا ليلى صديقتي فلسطين، أهلين، اسمك كتير حلو يا فلسطين. أسماء، فادية، سمير، ابتسام، حياة حبيبة قلبي، سهام، أماني، درويش، كلكم حبايبي، منى، فاطمة، سمية. يلا بدي الأسامي بتطاير عندي هون. يلا يلا إيش بينكتبوا واحد لواحد؟ لا 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 لا، محمد العلمري كتير كتير صرني وجودك معنا اليوم. أستاذة شوقية، نعم. أستاذ أمير، أستاذنا، نعم مع حضرتك. أهلا وسهلا، الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم كلكم ان شاء الله. طيب احنا راح نفوت على الكلاس بوينت وانتم بتضلوا بتدخلوا. اهلا وسهلا فيكم، ولو ما عجبكم طبخي بتقولوا. الكسكس كتير كتير حلو وبنين. انا هلا شامه ريحته، يا الله كتير كتير لذيذ. يلا فوتوا. اوكي رح كمان مرة تعرفونا بحالكم، بس هاي المرة بدي أعرف الاسم واللقب، بلد المنشأ، لأنه في كتير معلمين بيتنقلوا من بلد لبلد، وكمان بلد الإقامة والمستوى يلي أنت بتدرس فيه، عشان أنا رح أعمل التدريب الفارقي هاي المرة، رح أدرب على نوعية الأشخاص يلي معي. عرفتوا كيف؟ وكل إجابة لحالها، يعني ما بتحط زدتوا إجابات كلها في سطر واحد، يعني كل إجابة لحالها. يلا وروني شطارتكم. يلا بدي سحابة، يا الله شو حلوة. أهلين هدو، أماني، بسومة، فلسطين، أستاذنا الغالي سفيان، فادية، أستاذتنا شوقية، دين حبيبة قلبي من الأردن، عنا سهاج، عنا مصر بالثانوية، مرحلة الابتدائية، ما شاء الله كل موجود معنا اليوم. أنا هيك وين ما بحل بيحلوا كل العرب معي، الحمد لله يا الله، فضل ونعمة من عندك. بتضحك علي أستاذ أمير؟ لا مبسوط بال بدرب مبسوط بالموسيقى.
أيوة الموسيقى شغل. عاملة إيقاع جميلة. ما الكلاس بوينت لسه فيها تحديث جاي جميل خالص إن شاء الله. طبعا بس إحنا لسه على 37. يلا بدي إياكم تدخلوا لعندي. عنا ماجستير ما شاء الله ما شاء الله. شو عنا كمان أستاذ عفاف عفوفي بنقول في تونس اسم الدلع عفوفي بنقول. تقوى تقوى حبيبتي هيدي كمان تقوى حاصلة على الجائزة بالأردن. هي تلميذة صديقتها لسكين متحصلة على جائزة الأسبوع العربي للبرمجة ولسه متزوجين الاثنين. ما شاء الله عليكم ما شاء الله فخومة سهام فاخرة ما شاء الله. مرحلة ثانوية يعني ما شاء الله عنا الابتدائي عنا الثانوي وعنا الماجستير ما شاء الله. يا الله التدريب رح يكون صعب شوي لأرضي كل المستويات انجليش تيتشر عربي على فرنسي على الرياضيات. شو حلو والله انكم اسعدتوني بهيدي الصحابة الحلوة استاذة ليلى استاذة رياضيات عنا بكالوريوس اداب يعني الكل ما شاء الله كل الفئات موجودة في هاي التدريب وكل الدول العربية متمثلة في هاي التدريب والله الحمد لله فضل ونعمة من الله. طيب منشان ما نطول عليكم رح نكتفي بهاي الصحابة الحلوة الجميلة يلي بتمثلكم كلكم إن شاء الله ورح نفوت على غير سؤال. استأذنكم رح وقف. اوكي انسرت سلايد كابتري يا حياة. اوكي رح نفوت على السلايد الموالي. رح أسألكم لحظة شوي ما مدى معرفتك بالكلاس بوينت يعني أنت شلون بتقدر معرفتك بالكلاس بوينت. هيدي إجابة قصيرة وبعدين رح نفوت طوالي على التدريب. بكالوريوس متوسطة أستاذ سفيان ولا يهمك تكرم عيونك رح تصير بطل في الونات. معرفة مبدئية أنا كتير بفرح لما بلاقي أشخاص ما بيعرفوا الأداة لأنه نصير نعلمهم إياها أداة تفاعلية. إجابة يلا رح نقول عنها very good مستور ما شاء الله. لكن تعال درب معي أستاذ مستور مستورة أو مستور أنا آسفة. مبتدأ ولا يهمك رح تصير برو. معرفة بسيطة جدا والله. عفاف أهلين حبيبتي أنت الكل في الكل يا عفاف. أنا لازم أحترم الكل وأقرأ لهم شو كاتبين. معرفة بسيطة جداً ولا يهمك عفاف راح تصيري كتير كتير كويسة فيها. معرفة بسيطة حياة ولا يهمك حبيبتي تكرم عيونك. القليل والله كتير حلو إنه الكل ما بيعرفها هالبنات لأنه هذا بيساعد كتير. معرفة متوسطة ابتسام نعمل لهم حصة عليها. الجيدة. ها؟ شو؟ نعمل لهم حصة عليها. أيوة. برشة برشة. أيوة برشة برشة. هذه أول مرة أماني درويش من أدوات مايكروسوفت أحسنتي أستاذة شوقية. إن شاء الله أنت يعني ما في إلا ولا تعليق. أنت كل المنصات وكل الوحدات تعرفيها. لا أعرف كيف أستعملها. سالم لا يهمك. إهام لا أعرفها. معرفة بسيطة. هيدا بيبين لكم أنه الست شوقية شو قد ذكية لأنه الأغلب الفرق ما دربوا لهلا على الونات فهذا ذكاء قائد الفريق. تصميم فصول نعم إن شاء الله. تطبيق من ضمن مجموعة مايكروسوفت صحيح أستاذة منى. على العروض عروض لا بس هو رح نشوف شو الونات ما بيعطينا عروض عروض ماني الكلمة المناسبة بس رح نقبلها. هو قاموس إيه تقوى
احسنتي يا تقوى. ليست أداة تفاعلية في الباوربوينت، هيدي انت بتحكي على الكلاس بوينت ممكن. هي أداة حفظ الملفات، برافو. أول مرة هو راح تكون الأخيرة أستاذ عادل، لأنك أكيد راح تنشغل بيها في بقية الوقت. عنها الكثير. إيه؟ معرفة بسيطة. إذن مغلب أحبابنا ما عندهم فكرة على هذه راح يكون تدريب كثير مميز، سنتعرف على هذه الأداة. أوكي أستاذ محمد العمري، بدي إجابتك، انتظرك. هو دايما كتوم الأستاذ العم محمد، ما كثير الحكي بس كثير الفعل، يعني ما شاء الله عليه، ليس الكثير. أهلين وسهلين، تكرم. أوكي رح نكتفي بهذا القدر، واستسمحكم أني أغلق. إيه انسرت سلايد. أوكي هاي المعرفة القليلة للكلاس بوينت. شو يا ترى هالكلاس هالونات؟ يا الله شو رح نعرف؟ إن شاء الله تكون حصة ممتعة يا رب. إذا رح نبدأ. هناك مقال فعلا أعجبني من أحد المعلمات تحكي فيه على الونات بطريقة حلوة، فرح أقرأ لكم إياه قبل ما أبدأ اللقاء. تقول هذه المعلمة، إذن برنامج ون نوت سوف يقوم ون نوت على خدمتك، يعني ون نوت رح يعمل بدلك الشغل كما لو كان جني المصباح، يعني كما لو كان جني المصباح. مصباح على الدين بتعرفوا، هاي هو الون نوت، وذلك لإمكانيات المتعددة التي يتيحها البرنامج للمعلم والطالب على حد سواء. عندما أطلقت شركة Learning Tools for OneNote الأدوات التعليمية لبرنامج OneNote، كانت موجهة في الأساس لمساعدة التلاميذ المصابين بعسر القراءة الديسلكسي، ولكن البرنامج مفيد للجميع وفعال في تنمية مهارات الكتابية والقرائية للتلميذ، كما أنه يساعد المعلم على حفظ الملفات وجميع المصادر الإضافية، إضافة إلى تحميل إضافة إلى تحميل المقاطع الصوتية وفيديوهات والملفات وغيره من الأشياء. أوكي. كمان. أوكي. إذن ما هو برنامج الوان نوت؟ هو تطبيق حاسب على شكل نموذج حر جميع المعلومات، وتعاون المستخدمين. لما نقول المستخدمين يعني مو فقط الطلاب أو المتعلمين أو المعلمين فقط، بل كل المستخدمين، حتى لحالك لبيتك لشغلك لغيره، يعني لو كان جوزك موظف أو إداري يعني ممكن أنك تعلميه الون نوت، حيث يستطيع جميع ملاحظة المستخدم والرسوم القصصات والتعليق الصوتية ومشاركتها مع المستخدمين آخرين لون نوت عبر شبكة الإنترنت. رح أبعد هاي شوي. أوكي. هو أيضا طريقة رائعة لتنظيم مجموعة كاملة من المعلومات، حيث هو وسيلة لتجميع كل الباوربوينت، ملفات PDF، صور، ملاحظات في مكان واحد للبحث. البرنامج الذي سوف يساعدك على تجزئة جميع المعلومات والتي سوف تحتاجها إلى معرفة ملاحظات لإعداد الاختبارات أو أي ملف عائلي. إذن كما تشاهدون هنا، الون نوت هو عبارة على كتيب يمكنك حمله على اللابتوب. أوكي. أساسية الون نوت ما هي؟
برنامج ون نوت هو أحد برامج مايكروسوفت متوفر لأجهزة الكمبيوتر الشخصية. هو برنامج يحاكي طريقة العمل لنتوة الملاحظات التقليدية مع صفحات الملاحظات التي نظمت إلى أقسام يمكن تخزينها إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والذي يجعل ون نوت فريدا من نوعه أنه يسمح لك بإضافة المحتويات في أي مكان على الصفحة. برنامج ون نوت يمكنك من الحفظ الاحتياطي على سكاي درايف. ما هو اختلاف الون نوت؟ يعني ليش هالون نوت وما ون نوت؟ لأنه يسمح بتنظيم الملاحظات على الصفحات في مجلد وأجهزة كمبيوتر محمولة مثل ما تقوم به الأوراق. يمكنك من إنشاء قوائم المهام ووضع العلامات المعينة على المقاطع. شو يعني كل هاد؟ متطلبات، شو لازمنا لحتى نستعمل الون نوت؟ طبعا لازمنا ايباد، تابلت، هاتف، جهاز لابتوب وانترنت. اوكي، لماذا اختارت الأستاذة شوقية يا ترى الون نوت؟ لانها استخدام برنامج ون نوت كان من اهم الاسباب، يعني هو سهل في استعماله وسهولة تطبيقه، يعني ببساطة انك تشاهد فيديوهات بسيطة او حتى تدريب بسيط راح تتقن هيدي الخدمة. هي خدمة وليس أداة. شو معنى الون نوت؟ كنا قبل لما كنا صغار كنا كمان عندنا ون نوت. يعني شو الفرق؟ شو الفرق بين هيدي وهيدي؟ قبل كنا بنشتري أشكال كتير مليحة وكتير مهذبة وجذابة للون نوت، وكان فيها أيضا يعني كان فيها خيارات، فيها بالجزء أزرق، جزء أخضر وغيره، بس هيدي كنا بنشتريها بالفلوس، يعني بندفع. هلا ما راح ندفع إشي. ثانيا هيدي عندها، آسفة، هيدي عندها عدد محدد، هيدي عندها عدد محدد من الأوراق، يعني لما بتخلص راح اشتري الثانية، تخلص اشتري الثالثة وغيره. أوكي، كمان يعني أنا خلصت حطيت المحتوى الأول وبعدين أنا خيرت أني أكتب المحتوى الثاني، بعدين راح ضفت على الأول، راح ضفت الثالث وكتبت في الأول، خلصت الأوراق بين الأول والثاني وأنا نسيت عندي محتوى، فشو بعمل؟ ما إلي حل. بس على الون نوت دايما في حل. أوكي، دايما على الون نوت في حل. هوني بتضيفي ممكن صور، بتحطي لينكات، بكتب بيدي، بس لما بحط على الون نوت بنقرة واحدة راح أتحول على اللينك، يعني في سهولة وفي تميز على الون نوت. سو راح نفوت هلا، نترك هالسلايد هالباوربوينت وراح نفوت على الون نوت. شلون بدنا نحصل على الون نوت؟ يلا انزل. اوكي، اسف. اوكي، يعني راح نفوت على اوفيس. أعتقد أنه كل المعلمين الوزارات تبعهم عاطيتهم هاديتهم الأوفيس يعني والإيميل الوزاري، فبنفوت على الأوفيس وبنلاقي أنه هاي الخدمة متوفرة لنا، هاي الخدمة متوفرة لنا على حساب الأوفيس الوزاري. ولو ما كان عندك حساب وزاري سهلة، يعني بتفوت على مايكروسوفت، بتسجل على الليرن في مايكروسوفت وبتحصل على الأوفيس من هي من اللي دكتور عفوا. فلما بنضغط على الأزرار التسعة هاي بنلاقي انه في العديد من الخدمات يلي بتوفرها مايكروسوفت، في الأوتلوك، الوورد، الباوربوينت، شيربوينت، سوي، يعني الكثير، الإكسل، الوان درايف والون نوت. هاي هو موضوع لقائنا، بس شلون بدي احمله على الموبايل على اللابتوب؟ عادة بيكون هو already موجود على اللابتوب تبعنا، يعني لما انا بفوت هيك بفوت بنزل على الاو بلاقي انه عندي الون نوت. اوكي، بس لو ما لقيتوه منه مشكل، بتفوتوا على الميكروسوفت ستور وبتكتبوا ون نوت راح يجيب لكم اياه، يعني ما هي اشكال، بتفوتوا على ستور وبتكتب هوني ون نوت. إيه؟ وراح يعطيك الون نوت اوف مايكروسوفت. اوكي،
أنا رح يقول لي open لأنه أنا already محمل عندي هذا أوفرير لأنه محمل already عندي على على اللابتوب، بس لو أنه منه عندك رح يقول لك تليشارجي يعني download. أوكي طيب هلأ رح تكتبوا لي واحد إذا لحد هون يعني فاهمين وكل إشي حلو، يلا تكتبوا لي على تشات نكتب واحد لو سمحتوا. أوكي ما شاء الله عليكم، هيدا لأنكم كتير كتير منتبهين وكتير نبهين وفطنين ما شاء الله عليكم، والله أنتم شطورين ياسر شطار. بدكم أحكيكم شوي تونسي ولا بدكم خليكم مع اللبناني على شرقي على مصري على أردني على سوري، شو بدكم على فلسطيني؟ للهجات كل اللهجات خلي كل اللهجات. أوكي هاي هي ميستي لإلي. أوكي حبيبتي رح أضلني هيك بس إكراما لحبيبي من تونس رح أحكي كمان شوي تونسي. أوكي يلا رح تقول لك عبير أبو غالي بلاش تونسي لأنه صعب. يا حرام عليكم التونسي كتير حلو وسهل. احنا صرنا الحمد لله صرنا منفهم تونسي على مغربي على جزائري على مصري على ما كله. ما احنا فهمنا المصري من وين كنا صغار بنتفرج على المسلسلات المصرية وبعدين فاتوا عنا المسلسلات الأردنية بعدين السورية واللبنانية يعني صرنا بنفهم كل اللغات. طيب لحد هون رح فوت على الون نوت. اوكي هي هي الون نوت تبعي، هي الون نوت انا معده فيها. هيدي مثلا لما بتلاقي رقم 9 او رقم 2 هيدي بجمع فيها اختبارات لأولادي، يعني بروح مباشرة أنا بدي أدرس ابني على الرياضيات بروح هون وبلاقي كل إشي موجود على بنتي اللي إن شاء الله العام السنة الجاية سنة 9 فأنا already حضرت لها كل إشي، يعني رح نشوف شلون بدنا نشتغل على الوانا. طيب هون يقول لي دفتر ملاحظات بي حبيبتي ما فهمتك استاذة شوقية شو قلتي؟ ايه في صدى لصوتك انا ملاحظه عفاف بعفاف. اوكي هيك سبا تمام سبا اوكي اوكي. طيب انا قلت انه هي الصدى منه من عندي أستاذة شوقية فيها فاتح المايك لأنه أنا فاتحة أداة فقط أنا مغلقة كل المايكات على الكل عداكي وأنا أوكي. وأستاذ أمير فقط أوكي طيب هاي هي الدفاتر يلي أنا عديتها من قبل. هون بيقول لك دفتر جديد لو بدك تعدي دفتر جديد، هيدي بيعطيك آخر الأحداثات يلي أنت عملتيها، هيدي بيعطيك المثبتة، إذا عملتي ملاحظات، المشاركة معي، والدفاتر ملاحظات للصفوف، وأكتشف يعني راح شوف شو في جديد في الون نوت، أوكي؟ من هون بدنا نغير في الإعدادات، يلا راح نعمل دفتر جديد، راح نسميه مثلا تدريب بالعربي لا بالفرنسي. اوكي تدريب وان نوت ها
اوكي. هاي هو بيفتح لي ملف جديد. شو يعني ملف جديد؟ يعني كتاب جديد، يعني عبارة على كتيب. اوكي، راح ضيف فيه كل ما بدي. هالكتيب عادة لما بناخذ كتاب وبنقرأ فيه شو بنلاقي؟ بنلاقي المحور الأول والمحور الثاني والثالث، وكل محور فيه كمان فصول، هيك ولا لا؟ يعني كل محور فيه فصول وفيه كتير محاور بالكتاب. كمان نحنا رح نعمل نفس الشيء. اوكي، طيب شو في عنا هون؟ أول شيء هيدي هو حسابك، هيدي الإنذارات يلي بتجيك، هيدي إعدادات. رح أغير مثلا، أنا بدي الشكل غير هيك، أضغط على الإعدادات يعطيني أشكال. هاي اللغة ممكن إني أغيرها، كلمة العبور، تفصيلة الجهات، يعني تحديث تفصيلة الجهات وإمكانيات أخرى. يعني هاي إعدادات الكل تعودنا عليها، زي أي إحداثات، زي وان درايف، زي كل إعدادات المايكروسوفت. أوكي، طيب شو في عنا هون؟ عنا ملف المعلومات، يعني تحرير في تطبيق سطح المكتب. يعني أنك لو عندك إشي على سطح المكتب بتلاقيها هون. عنا طباعة، المشاركة، رح تعمل مشاركة مع الطلاب أو مشاركة مع زميلك يلي رح يشتغل معك في نفس الإشي، بتصير من هون. أوكي، هون إذا عندك أسئلة رح تسألها. أوكي، رح نغلق هاي الشارة، نغلق كمان الإعدادات ونبدأ على بركة الله. طيب شو في هون؟ في الشريط الرئيسي. الشريط الرئيسي لما أنت تحدث هالوان نوت رح ينفتح كله، فيه أنك تعمل لصق زي الباوربوينت، زي الوورد، زي الإكسل، زي كل التطبيقات يلي بنكتب عليها، بس فيه كمان هي إعدادات إضافية رح نشوفها بعدين. أنا اخترت الوان نوتين لأنه شفت أنه مكثر المتدربين معنا ما بيعرفوا الوان نوت، فخيرت أني أبدأ بالوان نوتين لأنها أبسط وأيسر ورح يفوتوا عليها بأسهل طريقة، ولأنه الثانية فيها كتير إعدادات كمان، يعني رح نطول من غير ما يمكن يحتفظوا بمعلومات كتيرة ما عندهم. في إدراج، إن في إمكانية إن ندرج كتير إشي. هاي بتشوفوا لما بنبدأ الشغل كل هالدور رح يتفعلوا. في كمان الرسم، في إن نرسم، هيدو كمان رح يتفعلوا كلهم. في العرض، طرق العرض، والتعليمات رح تنفتح بعدين. وأخيرا أخبرني بما تريد، يعني إذا أنت بدك مقطع جديد أو ملاحظات محذوفة أو بدك صفحة. لما تفتح المقطع راح نشوف، لما نفتح المقطع الصفحة كمان راح تنفتح. أوكي، طيب بنرجع على الشريط الرئيسي. شو عنا هون؟ هاي عنا اسم الون نوت تبعنا اللي هو تدريب ون نوت مع نحو القمة. نسيت كلمة، ليش ما فكرتيني أستاذة فريال، أستاذة شوقية؟ مبادرون نحو القمة. نحن المبادرون نحو القمة. نحن المبادرون نحو القمة. مبادرون نحو القمة. طب ليش ما ليش ما أشرتي؟ أنا كنت مشغولة. انتبهتش. يلا. أوكي. طيب إضافة هون شو عنا؟ عنا إضافة مقطع وعنا إضافة صفحة. احنا ما بنقدر نضيف صفحة اذا ما اضفنا مقطع. المقطع هو زي المحور، والصفحة هي زي الفصول يلي بتكون في المحور. اوكي، طيب رح نبدأ باضافة مقطع. بيطلب منك اول اشي تدخل عنوان المقطع. اوكي، مثلا رح نكتب تقديم ولا ادارة حوار. الحوار أمير. أوكي، هاي فتحنا مقطع، شفتوا؟ هاي فتحنا مقطع. هون بيقول لك already، أول ما يفتح المقطع بيفتح لك معه الصفحة تبعه، أول صفحة في المقطع. بيقول لك الصفحة هاي غير معنوانة، يعني ما فيها عنوان، لازم تضع لها عنوان لأنه لازم توضع صفحة. فإحنا بنروح بنقول له طيب راح نضيف عنوان. شو شلون
نضغط على اليمين، الفأرة على اليمين بيعطيك إما نسخ، يعني راح نعيد نفس الصفحة لما نعمل نسخ، طبعاً اللصق راح تتفعل، أو حذف الصفحة. نقدر كمان ننقل الصفحة من مقطع على مقطع غيره، راح نشوفها بعدين، وصفحة جديدة. أوكي؟ طيب هون عنا إنشاء صفحة فرعية راح نشوفها بعدين، لأنه في أول صفحة ما تتفعل، وترقية الصفحة الفرعية راح نشوفهم بعدين. إظهار الإصدار يعني راح يبينوا. نسخ الارتباط يعني إنك تاخذ اللينك تبع هاي الصفحة وفتح في علامة تبويب جديدة. أوكي؟ راح نضغط عليه مرتين ونيجي نكتب. مثلا شو راح نكتب أستاذة شوقية؟ على الصفحة. نعم للأستاذ قدير. أوكي. شكرا. نقفل فيه. شكرا للأستاذ القدير. شفتوا كيف؟ هاي هو العنوان صار. ورح نكتب على هاي الصفحة شو ما بدنا، بس رح نعمل قبل الإعدادات هون قبل ما نكتب في الصفحة. طيب بيقول لي إنه فيني كمان إني أضيف صفحة، بروح وأضيف صفحة. مثلا هون شهادة، رح نحط هون شهادة سمير. اوكي هون هيدي صفحة رح نحط فيها شهادات الأستاذ أمين. طيب شو قلنا قبل شوي؟ قلنا إنه هاي إنشاء صفحة فرعية ما كانت مفعلة. شفتوا؟ هلا صارت مفعلة. شو يعني إنشاء صفحة فرعية؟ يعني هيدي ما بدي إياها إنه يكون فصل مهم مثلا في الكتاب تبعي، بس رح أعمل صفحة فرعية. شوفوا شلون شو صار فيها. شفتوا كيف الاسم صار يعني فايت لجوه شوي؟ شفتوا؟ شفتوها؟ لاحظتوها ولا لا؟ شفنا هيدي من اول الصفحه هون، لا صارت فايت لجوه شوي. بامكاني كمان هي تفعلت ترقيه الصفحه الفعليه. شو يعني ترقية الصفحة الفعلية؟ يعني أنا هلا رح أكتب فيها إشي مهم، وما بدي إنها تكون صفحة فرعية، بل بالعكس رح رجعها كصفحة رئيسية. هي رجعت، شفتوا؟ يعني فينا نعمل زي ما بدنا. أوكي رح نضيف مقطع كمان بيقول لي أدخل الاسم تدريب إنصاف راشد. اوكي موافقة. بيعطيني هون صفحة، عفوا مقطع جديد. هاي الصفحة تبع المقطع الجديد كمان لازم اني ابوبها. طيب رح اكتب مثلا محاور تدريب. ما كتب محاور شو اني شطورة بالعربي. محازر. هاي هو كتب. طيب هوني شوفوا شو بيعطيني. بالنسبة للمقطع بيقول لك في عندك إمكانية إعادة تسمية المقطع، بيعطيك كمان حذف للمقطع، بيعطيك لون المقطع، يعني إنك أنت مثلا بتفضل إنه الإشي المهم. أنا لما كنت بدرس كنت بحط الإشي المهم بالأحمر والإشي الأقل بالأخضر، وبعدين بستعمل الأسود، وبعدين بستعمل البنفسجي، وهيك كان كل دراستي مرتبة على هذا النحو.
كنت دائما برتب كراسات تبعي لحد البكالوريا وحتى في الجامعة بنفس الألوان، فصارت عندي رابط ذهني لهي الأمور. فأنا مثلا هذا إشي في درجة أقل من الأهمية راح أحطه بالأخضر، قل له حط إياه بالأخضر وهيدي مهمة كتير، فراح أضغط هون وبعطيه اللون الأحمر. يعني كل حدا بيعمل الألوان زي ما بده على حسب هو شو يعني الترتيب يلي عنده. طيب شو في كمان؟ في إضافة صفحة جديدة، فيني أني أضيف صفحة لأنه عندي في هاي المقطع صفحة فقط، أو أنه أضيف مقطع كمان. راح أضيف مقطع، بيقول لك كمان مرة أعطيني الاسم مثلا فريق كذا، هوني احنا عملنا كمان صفحة مثلا هوني مجموعة التدريبات، مجموعة التدريبات. اوكي هنا انشأنا احنا، خلص انتهينا من انشاء الكتاب، يعني انت بتحط الاعدادات زي ما بدك. طيب انا هوني وانا بشوف لقيت حالي انه انا غلطت، عملت إدارة الحوار، عملت التدريب، وعملت الأستاذة شوقية، الأستاذة أنصاف، الأستاذة أمير، ونسيت أهم إشي اللي هو المتدربين، هيدا إشي أهم. فممكن أني أضغط هون وأكتب مقطع جديد. أوكي دونك متدربين، متدربين أوفياء. متدربين الأوفياء، شفتوا شلون؟ يعني في الكتاب القديم قلت لكم إنه ما فيكم إنكم تضيفوا إشي إنتوا ما حددتوا له مسبقا البرنامج، بس هون في أي مكان ممكن إنك تضيف. راح نفوت هون كمان، شفتوا عنا للأستاذ أمير عنا صفحتين، فممكن إني أضيف صفحة وين ما بدي، بقول له صفحة كمان. فشفتوا راح حط لي صفحة ما بين الشكر للأستاذ القدير وما بين شهادات الأستاذ أمير. ممكن هون نكتب تدريبات الأستاذ أمير. أو في نعم. في ابتسام طالبة إذا ممكن أستاذة إنصاف تعيدي من عند إضافة مقطع لو سمحت. اوكي حبيبتي ولا يهمك، انا بامرك راح اعيد من الاول. ومع ذلك بنذكرهم يا استاذه انصاف اي نقطه فاتتهم بيقدروا يحضروا التسجيل عشان الوقت، لانه ما بنقدرش نضل نعيد، لكن الان تفضلي. اوكي حبيبتي، طيب راح نكتب فقط هي تدريبات الاستاذ ما نكرر حالنا. اوكي طيب حبيبتي انا راح اعمل ون نوت جديد لحتى اقدر اني ابين لك من اول وجديد. بنفوت على دفتر ملاحظات جديد، يعني دفتر جديد بنسميه، هالمره راح نسميه بالاسم الصحيح، نحن الديرونا. ما شو حلو الاسم أستاذة شوقية، من وين جبتيه؟ يعني اختيار القسم بينم اختيار الاسم، لا اختيار القسم في التنمية البشرية، اختيار الأسماء واختيار الألوان كلهم عندهم دلالة، فمن اختيار الاسم ببين إلي شخصيتك وذكائك وقوة شخصيتك وعزيمتك، ويعني ببين من خلال اسم المبادرة اسم الفريق. حبيبتي والله فعلا هيك بنحب دائما نكون مميزين سواء بعملنا بالاسماء اللي بنختارها بديونها من مدربينا متدربينا. ما شاء الله عليك يا حبيبتي. على فكره انا اول تدريب اعطيه في حياتي كان مع الاستاذه شوقيه وكان على الون درايف، انا بتذكره
وكنت كتير مرتبكة. الله يليك شرف. طيب هاب وين وين صرت. طيب حبيبتي يلا أستاذة ابتسام يلا معي. طيب بنشوف إضافة مقطع عنا خيارين، إما بتروحي لهون أخبريني بماذا تريد، يعني هو بيسألك أنت شو بدك، يا إما بتقولي له مقطع جديد، أنا بدي مقطع جديد من هون، أو بتروحي فقط من هاي الخانة بتقولي له إضافة مقطع. ففي المقطع already مباشرة بيقول لك أعطيني العنوان، لكن رح نكتب هون مثلاً التدريبات، ولا اولا رح نكتب القاعده. اوكي كتبنا القاعده. طيب على طول اول ما تفتح انت مقطع، هو في خط رفيع هون بين الاثنين، في خط رفيع بين الاثنين هون بيفصل بين هاي دي إضافة مقطع وبين إضافة صفحة، بس أنتوا أعتقد أنكم ما بتشوفوه. أوكي فهو بيفتح لك طوالي صفحة غير معنونة، أنت مطالب أنك تعطيها عنوان، بنعطيها عنوان. هاي الصفحة مثلا القاعدة تعريف هذا حقوقية وورا. هيدا التعريف. فيكي كمان تفتحي إضافة صفحة، يعني ما بيكفي تعريف للأستاذة شوقية، ممكن تضيفي إنجازات، إنجازات الأستاذة المحترمة. أوكي المحترمة. أوكي أوكي فيكي كمان تضيفي مقطع ثاني، هذا مقطع التدريبات مثلا، التدريبات أو تدريبات الفريق. إيه فيكي كمان تضيفي مثلا انت نسيتي بدك مقطع ما بين الاثنين، فممكن تضغطي على المقطع اللي فوقه وبتكتبي مقطع جديد، فبيعطيك الامكانيه تدريبات شراكه مثلا، لانه ست شوقيه ما شاء الله بتشتغل في فريقها وكمان بتعمل شراكات مع عده فرق المشتركه. اوكي هاي اضافه مقطع. في إضافة مقطع شو بيعطينا؟ يعطينا إعادة تسمية، إنه إمكانية إنه نعيد نسمي المقطع أو حذف المقطع. عنا لون المقطع فيك تغيريه، مثلا الألوان الاثنين هيدو قراب لبعض فرح غيروا على أزرق for example، سماوي هيدو هو تغير. بيعطينا كمان مقطع جديد، في كل مقطع ممكن إنه نضيف مقطع أو نضيف صفحة جديدة، وبيعطينا رابط لهذا المقطع. اوكي طيب في الصفحات هلا رح نروح على الصفحات، عملنا تعريف الاستاذه شوقيه وعملنا انجازات الاستاذه شوقيه. طيب في اني نسيت اشي مهم، مثلا رح امشي لهون وبقول له صفحه جديده وبكتب جوائز، ما شاء الله عليها حاصله على العديد من الجوائز، جوائز نا الغالية. أي هو أضاف لي، شفتوا يعني وين ما بدكوا ولا يهمكوا، أنتوا بتعدوا زي ما بدكوا، بعدين لو بدكم تضيفوا مقطع أو بتضيفوا يعني صفحة بتروحوا على اللي قبلها على اللي فوقها وبتضغطوا عليها بالفأرة من الجهة اليمين وبتلاقوا الإمكانيات. هون بيقول لك نسخ، حذف الصفحة أو نقلها، ممكن أنا هايدي بدي أنقلها من هون مثلا، من هون بدي أنقلها لتدريبات مشتركة أو بدي أنقلها لتدريبات الفريق. أوكي بيعطيني إمكانية النقل، بضغط على نقل أو نسخ، ممكن أني أترك
واحدة عند القائدة واحدة في تدريبات المشتركة مثلا، أو إلغاء الأمر. واضحة هاي النقطة؟ لو سمحتوا لحد هون تكتبوا لي واحد إذا واضح كل إشي. أوكي أستاذ أمير ما شاء الله، أستاذ ابتسام، أستاذ عفاف. يلا بدي أشوف الواحد على بعض. ما شاء الله عليكم أستاذة شوقية، شوقي عيد عبد اللي، أستاذ شعد، نجوى. أوكي ما شاء الله عليكم. يعني هو في إنه المدربة ما شاء الله عليها أنا تخزيها العين، بس أنتوا كمان ما شاء الله يعني أذكياء. طيب لحد هلأ إحنا ما فتنا على هيدي البارتس، يعني شو علي أعددنا الكتاب، أعددنا المحاور، يعني زي يلي بيعد ملف للتخرج، بيعد أول إشي البيوغرافي والبلانس تبعه. يعني إحنا أعددنا، نعتبر أعددنا البلانيفيكيشن للكتاب. أوكي هلأ رح نفوت نكتب في الكتاب. دونك تعريف الأستاذة شوقية. هون في إمكانيات، شو بيقول لك؟ بيقول لك ممكن إنك تعمل لصق. يعني هون لو أنا بدي أكتب الأستاذة مثلا، الأستاذة تأمليني أستاذة شوقية أي تعريف لو سمحتي. علي نعم نعم. الأستاذة شوقية من فلسطين الرباط. شوقية حواورة من فلسطين الرباط، حاملة لماجستير الرباط أساليب تدريس، أساليب حاملة حاملة ماجستير أساليب تدريس اللغة الإنجليزية. وخبيرة مايكروسوفت العالمية. زينة. أوكي رح ناخذ هاي. أوكي أسهل أشاليب. مش مشكلة. أوكي أساليب تدريس اللغة، أنتم بتقولوا الإنجليزية، إحنا بنقول الإنجليزية. أوكي ولا يهمك رح غيرها. مش مشكلة. طيب هاي كتبنا هون، بيعطيني اعدادات، يعني في خيارات انا بضغط هيك بعملها سيلكت، ممكن اني اغير اعداداتها، يعني اني اعملها غليظة شوي، اقول له يا ابدي اياها تكبر لي في الكتابة، يعني بدي ظاهرة، ممكن اني اغير في اللون بالأحمر، لا ما إنه حلو، ممكن إني أغير بالأزرق غامق. أوكي لا شو دخلك أنت، شو خصك؟ أوكي ما عملت لها سلكت، أنا آسفة. شو في كمان؟ يعني هذه الإعدادات كلها زي إعدادات الباوربوينت وزي إعدادات الوورد وزي إعدادات يعني كل أدوات الكتابة في المايكروسوفت. هذه بتعطيك يعني على جنب محاذاة إلى اليسار، توسيط إلى اليمين، من اليمين إلى اليسار، الكتابة من اليسار إلى اليمين، يعني عربي أو سوري أو فرنسي، تباعد الفقرات، يعني بدك بعيدة أو راح نشوف. هاي مثلا ناخذ رقم 2.5 تنشوف. عرفتوا كيف؟ يعني نفس الإعدادات، بدك إنه النص بيكون يعني من أول الحاشية أو بعيد، يعني
إعدادات عادية. كمان بدك هون بتكتب عادي، لازم تكون دايماً عامل select. بدك هون عنوان عادي، بدك هيك يعني بتغير زي ما بدك إعدادات النص، وخاصة بتمشي في الفرنسي بتكون أوضح. أوكي، بس شو الإضافة للونات؟ الونات بيعطيكي ميزة. مثلاً أنا كتبت الأستاذة شوقية حوارنا من فلسطين الرباط، حاملة لماجستير أساليب تدريس اللغة الإنجليزية. بدي كمان أكتب إشي تاني هلأ. أوكي؟ راح أكتب، ما بدي هيك. أوكي، راح أكتب مثلاً شو قلتي لي أستاذة شوقية اللي هي متحصلة؟ تحصل على المعلم الخبير. نعم، الخبير أداء مايكروسوفت. أوكي طيب، هيدي راح أخذها، هيدي أنا قلت له أعمل لي إياها في نص جزئي. أوكي، فيني أني أغير مكانها. أوكي، راح أحطها. طيب، شو بيعطيني؟ شو بتنفع هي؟ علامات، تدقيق إملائي، إملاء، موجز. هي فور إكزامبل، أنا هي كتير بحترم، يعني بحترم الأكاديمية الأستاذة شوقية، وبحترم تعبها ووصولها للماجستير، فإني أعتبر أنه هيدا الشغلة كتير مهمة، فرح أعطيها علامة. بضغط على العلامات فبيعطيني خيارات. يعني لشو هي الخيارات؟ عندك المهام، يعني الإشي يلي بدك أنت تعملها. يعني مثلاً أنك حطيت، مثلاً أنا عديت كتاب لأعمل برنامج الأسبوع كامل، فبحط هي للمهام مثلا هام جدا. يعني انا مثلا بعتبر انه الاستاذه حصول الاستاذه شوقيه على الماجستير هام، فبحط لها علامه. في مثلا التعريف، ممكن اني انا كمان اعتبر انه هيدا تعريف للاستاذه شوقيه، فكمان حطيت لها علامه انه تعريف. بروح لهون مثلا، هو هون هيدا في تعريف، ريتو هاي العلامه انه تعريف. كمان بدي أعرف أنه هيدي تمييز للأستاذة شوقية، لأن معلم خبير، محي الله تيصير معلم خبير. أوكي، فأنا عملت لها تمييز. يعني فيكو إنكو تحطوا العلامات يلي بدكو فيها. طيب، علامات وغيره، طب لشو هاي العلامات؟ أنا شو بدي فيها هاي العلامات؟ يعني شو بتصلح؟ أنا بقول لك، يعني أنا مثلا عندي كتاب كبير، يعني الوان نوت ما راح تكون محتوية على صفحة أو اثنين أو ثلاث صفحات فقط، راح تكون يعني الوان نوت بترفع لك لعدد غير محدود من الصفحات، فأنت ما راح تتصفح كل الصفحات. يعني فيني أني روح هون، اني اروح هون وبقول له ابحث لي فقط على هام. عثور ليش؟ لانه منه زي شو كاتبين بالضبط. اي والله كاتبين هام، ما ايش نت، لانه النت ممكن انه ضعيفه فهو ما قدر انه يوصلها، بس هو في الطب بأنه يخرج لي كل يلي فيها علامات النجمة هون، أنا بقرر شو ما بديهن. أوكي، أنت بتقول له أعمل لي تدقيق إملائي أو إخفاء الأخطاء الإملائية، يعني ما بتحط لي هاي الشارات، تضغط هيك، فشفتوا راحت عن حوارة، رح انزحها رح ترجع. شفتوا هاي هي العلامة الحمراء، لا أنا ما بدي
لأني أنا كاتبة أسامي وكاتبة ألقاب وكاتبة إشي مني عربية صرف، فبروح انزحها هي انتزعت. شوفي كمان تعيين لغة التدقيق، ممكن أنك تعين اللغة، يعني أنت كاتبة إنجليزي كاتبة عربي كاتبة زي ما هي موجودة بالوورد. خيارات التصحيح التلقائي، التصحيح التلقائي هو أنك أنت تعملي التصحيح. أوكي؟ طيب رح أسرع شوي لأنه أخذنا وقت من الخمسة هلا السبعة إلا ربع، فما بدي أتعبكم. الإملاء، الإملاء شو هي الإملاء؟ يعني أنت رح تمني بأنهي لغة؟ تختاري لغة الإملاء؟ أنا رح أختار العربي مثلا. في عربي تونس؟ يا خايف عليهم هاي المنصات. لا انتوا بتعترفوا باللهجه التونسيه ولا هن بيعترفوا بالعربي التونسي؟ فبيصير انه بيصحح لك على العربي. هيدي بعد الادراج، الاملاء هيدي بعد ما تدرج راح نشوفها في الادراج، وبعدين هو بيصحح لك من هون. اوكي، الموجز لما بيكون عندك العديد من الصفحات فهو انت بتختاري منهم. طيب راح نفوت على ادراج هلا. طيب لو سمحتوا الشريط الرئيسي خلصنا منه، في سؤال عليه يعني في تساؤل ولا سيبون؟ في اي واحد دايما بنمشي مع واحد رقم اثنين لو ما في تساؤل. بيان 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 تريبيان تريبيان. مليحة كتير، بتحكي فرنسي يا استاذ امير. وي ثانك يو. اوكي تريبيا 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 يو نو بالفلاح المصري. اوكي طيب بنروح على ادراج. شو بيعطينا في ادراج؟ بيقول لك انك فيك تدرج صفحه. طيب هيدي كنا شفناها، يعني بتدرج صفحه بتسميها وبتحط فيها شو ما بدك. اوكي، فيك انك تدرج مقطع جديد كمان، هي شفناها بيحط لك اياها الخيار كمان هون. في انك تدرج جدول، يعني جوائز الاستاذه شوقيه كتار، فممكن ان ندرج جدول مثلا السنه وعنوان الجائزه والجائزه، وهي ما شاء الله عليها ماخذه كتير فهي الجدول ما راح يكفيها. ونروح حاطينه نختار، بيقول لك تحديد الجدول، ممكن انك تحدد الجدول بالخانه، تحديد العمود، تحديد الصف، تحديد خلية نفسها، يعني فيك إنك تختار، فيك إنك تحذف جدول كامل، فيك إنك تحذف عمود فقط، يعني أنت بتعمل له select for example. هاي راح أفرجيكو مثلا هون، بختار هاي واحدة فوق حذف، هاي وحذفه. أوكي، فيك إنك تحذف صف، فيك إنك تدرج، راح أدرج عمود هاي درجه درجه. أوكي، في إني أدرجه على اليمين، في إني أدرجه مثلا أنا هوني، أنا هوني وأخطأت في عمود أنا نسيته، بروح بقول له أدرج لي إياه. شفتوا هاي هو درجه لي على اليمين، في إني أدرجه على اليسار، يعني هو أكثر مرونة من الباوربوينت وغيره، فيك إنك تدرجه من وين ما شئت. في ان تعمل تظليل زي ما بدك، مثلا راح نشوف التظليل بيعطيك الخيارات، راح نضلل على اللون هيدا بيسر، لازم يعني طبيعي انك تعمل مثلا راح ناخذ هيا. اوكي راح نضلل هيدا، رح نعطيه هيدا اللون. اوكي، اي هو ضلل هنا لانه هذه مثلا اسم الاسماء الجوائز فبدنا نميزها. في محادثات على اليسار على اليمين، هذا لما بنكتب يعني بنحطه على اليمين على اليسار على الوسط زي ما بدنا. وفي اخفاء الحدود زي ما هي موجوده في الباوربوينت. اوكي طيب هيدا الجدول، نرجع ادراج. اوكي شو في كمان؟ في
في صور ممكن ان ندرج صور، في صور من ملف مثلا، راح اخذ هاي الصوره مثلا. هو بيحملها، حطها بالجدول لانه احنا اوريدي كنا على الجدول. اوكي هاي هو حمل لي هاي الصورة. اوكي طيب نروح كمان مرة على ادراج. فشو الخيارات يلي بيعطيني؟ بيقول لي من ملف او من الكاميرا، فيني اني اصور من الكاميرا مباشرة او عبر النت مثلا. راح اختار عبر النت. مثلا شو راح، اي والله اني اني مشتهية كأس قهوة، فأصحصح وياكو. يلا راح نختار واحد، هاي حلو ادراج. اوكي يدرج لي اياه. أي هو كاسة القهوة، فيني إني أسحبها وين ما بدي. أوكي بدي إياها هون. أوكي طيب شو في كمان؟ إدراج نسخة مطبوعة ملف يعني بي دي اف، في إنك تسحب بي دي اف. راح أسحب مثلا هاي، راح انتظروني شوي اغير الكرسور، راح انزل بالصفحه لتحت حتى تصير عنا الصفحه كطويله، وبعدين راح نغير فيها. اوكي طيب راح نعمل ادراج بي دي اف، يعني الملف انا مثلا لا ما راح اخذ هايدي مثلا. يعني فيك انك تعد الدرس كامل وتحمل لطلابك يعني شو ما بدك من تمارين، وهن راح يتواصلوا معك فيه. اوكي هاي هو الملف اجانا. نتركه يتحمل. في انه كمان بيعطيك انه نسخ ولصق ولصق النص وبحث ذكي، النص بديل، تعيين صورة كخلفية، حفظ باسم، خيارات الفقرة يعني بدك الفقرة شلون بدك اياها تكون. اوكي تكبير، تقليص، تصغير، يعني هاي الاشي تعودنا عليها في حتى في PowerPoint. اوكي هذا ادراج ملف، يعني فيك مثلا راح اخذ هالباوربوينت، هذا ملف. فيك تدرج اكسل، فيك تدرج فورمز، فيك تدرج اي اشي بدك اياه على الكتاب تبعك. هاي هو بيحمل فيه، نتركه يحمله. بنروح كمان شو عنا كمان، هيدا بتدرج اي ملف يلي بدك اياه يلي هو باللابتوب تبعك. في وظائف تانية يعني راح نشوفها مع بعض، انك تاخذ من المايكروسوفت مباشرة. بتشوف في ستور شو بدك وبتكتب وبيحمل لك اياه. هاي تحميل الوظيفه الاضافيه الخاصه بي، وبتبحث من هون بالتحديث. اوكي النت ضعيفه يعني ما ظهرت، بس ما راح نتاخر كثير فيها. شو ما بدك بتكتب العنوان وبيعطيك اياه، بتدرجه على الكتاب تبعك. هذا الرابط يعني مثلا انت، مثلا انا راح افوت على اليوتيوب تبع نحن المبادرون نحو القمه،
راح اكتب هون نحن المبادرون اوكي راح اقول له فيديو اوكي راح ناخذ هاي فور اكزامبل يلا اوكي راح ناخذ الرابط تبعها راح اعمل لكم كلاس بوينت تكتبوا فيه المبلغ يلي بدكم تتبرعوا فيه لإلي لاشتري اشتري لابتوب تاني كل واحد بيكتب المبلغ يلي بده فيه فشو رايكو سكتوا ما بتحبوا الحكي على المال انا اول واحد بتحبوا الحكي على الفلوس 100% I'm going I will pay thank you a lot thank you so ادراج نرجع ادراج لانه اصبح طويل جدا برع عيونها شو مس عفاف بدها تتبرع لك بعيون يا عيوني تسلم لي عيونك حبيبتي اصل سلامت عيونها لانها كانت تعبانه صح يلا هاي هو مخبى هاي مكسوف منكو راح تخبى هنيك وين رحت يا ابن الحلال تعا ولا يهمك راح نعيد خجلان منكو ما بعرف ليش تعا يا حبيبي ما راح يعملوا لك اشي تعا هاي هو ولا يهمك منهم اوكي العنوان مثلا تعريف شو هو مثلا تعريف فقط رح نكتب شو ما بدنا تعريف بنروح حاطين العنوان هون يلا ما رح نعطل حالنا بننسخ ونلصق ما بده هلا يفعلها تعمل باست نسخ واحنا عملنا النسخ بنعمل لصق هي ما راضيه تبين بنعمل نسخ ولصق وبعدين ادراج بيبين عنا الفيديو يلي كنا شفناه بيبين هون اوكي طيب شو في صوت كمان انت مثلا بتعطي درس للطلاب وبدك تشرح لهم الدرس والله اني راح زدتك لو ما تشتغل راح زدتك مش شباك اوكي شفتوا شلون خاف يلا هو هلا بيسجل شفتوا في التسجيل هلا بيسجل في الصوت شفتوا شلون هي بتمر 12 دقيقه 13 دقيقه بيعطيك لحد 3 دقائق و26 ثانيه هي هو بيسجل لو بدك خلص انت فسرت للطالب وفسرت لهم شو بدك يعني شرحت لهم شو بدك منهم وشرحت لهم الجزء يلي انت حاطه وانت هيت بتعمل ايقاف تضغط على ايقاف هي وقف شفتوا هي هو بيحملها راح نشوف بعدين راح نسمعها راح شوف من وين هو ماخذ النت ممكن من تانكس اوكي راح غير ال راح اخذ من هاي ديفير
الصوت راح. يمكن معلق عندها الكرسر واقف. والنت بيهنك ضغط عليه من كل ناحية صح. تعلمتها منكم المصاروة. نعم يشير يهني حاجات كده عشان يوصل المعلومة. مرحب. أوكي رح السلام عليكم أنا عدت. فرح نسمع مثلا أنا غيرت المستخدم الإنترنت لأنه تنزيل نسخة بيقول لي أنه الملف هذا لأنه أيوة النت. ليلى خماس بقول لك رفعت اليد شكلها عصبت علينا تفضلي. أوكي شفتوا شلون خاف. يلا هو هلا بيسجل شفتوا في التسجيل هلا بيسجل في الصوت شفتوا شلون هي في تدخل في الصوت أعطيك لحد 3:26 وفسرت لهم شو بدك يعني شرحت لهم شو بدك منهم وشرحت لهم الجزء يلي أنت حاطه وانتهيت تعمل إيقاف تضغط على إيقاف. أوكي سمعتوا الأوديو؟ لا أستاذة شوقية؟ نعم في صوت. أوكي لا لا ما في صوت؟ لا لا شكلك ما مضمن الصوت لما عملتي مشاركة. لا مضمنيته ضمن الصوت رح يعيد المشاركة بس ضمنته أول ما دخل مش مشكلة. نقص صوت الكورة. أوكي. ظهر التشير. أستاذة شوقية. لا لسه حضرتك لسه. الصوت لسه. لا مش الصوت التشير. الشير ما فيش لا. التشير أوكي شفتوا شلون خاف؟ الصوت هلا موجود. يلا هو هلا بيسجل. شفتوا في التسجيل. هلا بيسجل في الصوت شفتوا شلون هي بتمر 12 دقيقة 13 دقيقة بيعطيك لحد 3:26 هاي هو بيسجل لو بدك خلص انت فسرت للطالب وفسرت لهم شو بدك يعني شرحت لهم شو بدك منهم وشرحت. اوكي سمعتوا استاذة شوقية؟ استاذة ما في صوت والله ما في اني ضمنته. يلا ولا يهم أنا ضمنت الصوت بس ما بعرف ليش ما في صوت. أوكي طيب شو في كمان في إدراج؟ في الرمز يعني فيك إنك تعمل الرمز يلي بدك فيه لما أنت بتكتب بتحط الرمز. في عملية الرياضية للأستاذة ليلى معنا من أستاذ الرياضيات في إن تكتب بحالها تكتب بالقلم وبعدين هو بيحولها لعمليات رياضية بالقلم. في انها بتكتب باستخدام لوحة المفاتيح. في انها بتضغط على الازرار معه الا بس هيدا للابتدائي اكثر او بتاخذ من الامثلة السريعة الموجودة already في الملف. اوكي هيدي بتهم خاصة اساتذة الرياضيات. في انك تدرج مشاعر ورموز سمايل زي ما بدك. ممكن انك تسحب مشاعر ورموز اضافية وبتضمنها راح اضمن هايدي فور اكزامبل هاي اتضمنت. في فورمز يعني بتسحب فورمز راح اسحب فورمز. يلا ممكن انك تسحب الفرن راح اخذ هيدا في الاكزامبل
insert يعني اسحبه. هاي هو ضمنلية شفتوه؟ هاي ضمنلي الفورمز. شفتوه؟ طيب شو في كمان؟ الفورمز هيدا ممكن انك تعد اسئلة لطلابك وبتحط لهم الاسئلة وبتحط لهم اياه في الون نوت. في لو عندك اجتماع رح تعمله مع الطلاب بتحط لهم تفاصيل الاجتماع تبعك، يعني ما منه اشكال. طيب بنروح للرسوم. طيب انت هالرسوم بتكون عادة رسوم توضيحية للطلاب لما انت بتشرح. فور اكزامبل بتاخذ هاي كتابة مثلا، بتروح كاتب انت هذا فورمز مثلا، هذا تقييم. على الفورمز بتحط لهم هذا تقييم مثلا، او اي ملاحظة بدك تحط لهم اياها. فيك انك تغير طبعا لونها، لون الكتابة. في انك تاخذ قلم، يعني بتاخذ القلم وبتحط اللون يلي بدك فيه وتروح ساحبه وبتحط هون مثلا، بتشير لهم انه بدك بالعربي، ما بدك بغير العربي مثلا. ما عجبك هاي الاشارة بتروح ساحب الممحات وتنزع هاي الخطوط. اوكي، في الهايلايتر كمان، يعني اذا اشي مهم راح اخذ الاصفر. ما تحكمت منيح فيه. هو من المستحسن انه يبدا يكون عندك الديجيتال تابلت ديجيتال. كانت عندي واحده بس القلم تبعها راح، ما صرت بقدر اني استعملها. في كمان، يلا، في الرسم بلمس اليد، يعني فيك انك ترسم بلمس اليد، يعني تعمل هيك لما بتكون على بلمس اليد هيك انت بترسم. يعني راح ارسم وردة مثلا، شفتوا ما احلاها وردتي، كتير حلوة. شو شطورة في الرسم انا، هادي بنيتها وردة مذابلة. اوكي، يعني بترسم باليد. هيدي الالوان الحبر يلي انت بدك فيها، كل الالوان. هيدا سمك الخط، لو بدك خط رفيع او زي ما بدك، يعني بتختار الخط. وهيدي كنا شفناها العمليات الرياضية. اوكي، طيب في العرض. في القارئ الشامل. القارئ الشامل هيدا لحاله، لازم حصة لحالها. القارئ الشامل راح تبرمج الأستاذة شوقية أكيد حصة للقارئ الشامل، لأنه كتير كتير مهم. هو أدرج مؤخرا، مش اللي مارس فريدر القارئ الشامل، غيره. طيب كله بيعرفه أعتقد. موجود. نعم؟ نعم، هو موجود في أدوات مايكروسوفت تقريبا، كل أدوات مايكروسوفت بنلاقيه فيها. صحيح. أوكي، يلا ارجع. بينتو حبوا ما بده يرجع. أوكي، طيب وين كنا نحن في العرض؟ اوكي، شفنا القارئ الشامل. هي تكبير وتصغير على حسب انت شو بدك، يعني راح نصغر فور اكزامبل تشوفوا مثلا، راح ناخذ على 50 تيبين عنا كل الصفحات مثلا. نطلع لفوق،
تصير الرؤية أكثر شمولاً فقط. لون الصفحة، إذا بدنا نلون الصفحة بشي لون راح نختار مثلاً هيدا، صارت هيك الخطوط. يعني إذا أنت راح تكتب وبدك خطوط خاصة في الابتدائي بيسحقوها، بيعطيك كذا كراس مثلاً، راح ناخذ هاي، هاي حط لنا الخطوط. إظهار الكتاب، لأنه يعني بيعطيك الحدود لكل، شفتوا يعطينا الحدود لكل ورقة ولكل مجلد. بعدين إصدارات الصفحات، ملاحظة الحذف، إحنا ما عملنا حذف، يعني إذا في ملاحظات محذوفة رح تلاقيها هون. إصدارات الصفحات رح نشوفها. لأن عارضين كل الصفحات هي مظاهر الإصدارات. إذا أنت كنت في مثلا في الون نوت وبدك تشوف الصفحات، بتحط له إصدارات الصفحات، بيروح فتح لك الصفحات. التحقق من إمكانية الوصول، بيعطيك الأخطاء ويعطيك كل ما ممكن أنت تعدل فيه، خاصة هيدي معدل اللي عندهم ديسلكسي يعني. أوكي، شو عنا كمان؟ عنا التعليمات. هاي إذا في أنت بدك تتواصل معهم على شي سؤال، أو بدك تسألهم شي موضوع، رح يجاوبوك على طول. أو إذا أنت عندك ملاحظات لترفقها، مثلاً تقول لهم بدي إني ألحق الفليب جريد، بدي إني ألحق مثلاً تفاعل مع الكلاس بوينت، غيره يعني. أنت عندك ملاحظة بدك تخبرهم إياها، أخبروني بما تريد، كنا شفناها. وهيدا التحرير إذا بدك تغير إشي، يعطيك القلم إذا بدك إجراءات أي تغيير أو عرض. افتح يا سمسم، هيا لا بده سمسم ولا غيره. هيدا عرض الملف بدون إجراء تغييرات أو إجراء تغييرات، يعني بيعطيك الخيار، و أو بدي إني أفتحه في تطبيقه لسطح المكتب، بتعطيك خيارات الفتح وعرض عرض الون نوت. وأخيرا المشاركة، شلون بدنا نشاركه؟ يعني أنت لما بتفتح كتاب بتحط فيه، يعني بتتناول موضوع مثلا موضوع دراسي، بتبوبه. مثلا أنا بدرس اللغة الفرنسية، في اللغة الفرنسية عندي 8 أجزاء، بحط 8 أجزاء، هي 8 مقاطع، في كل مقطع عندي 8 أيام لأدرسه، كل مقطع عندي 8 أيام، في كل يوم عندي 3 دروس، يعني راح أعمل 8 مقاطع لكل مقطع، راح أعمل 8 محاور، ولكل محور ممكن إني أعمل كمان إني أعمل صفحة فرعية، لأنه لكل درس عندي 3، لكل يوم عندي 3 محاور أدرسها، فهيك إني بخلص السنة كاملة في ون نوت واحد. أوكي، بدي أعمل له مشاركة، بيقول لك إما بنسخ الرابط أو راح تشارك، راح يعطيك إمكانية بالجيميل، وبدك الإعدادات للمشاركة، أي شخص لديه الرابط، زي سوي، زي الوان درايف، زي أي تطبيق لمايكروسوفت، بيقول لك أي شخص لديه الارتباط بهذا المحور، أو الاسم إذا عندك بريد إلكتروني بدك ترسل له إياه، وبعدين بتعمل نسخ للرابط وبترسله. أوكي، هاي يعني أي شخص لديه الرابط راح أرسلكم إياه على ال، وفيكم إنكم تتدربوا عليه. وهذا ما بده يعمل نسخ ولصق، ما بعرف ليش. راح أرسل لك إياه على الشات أستاذة شوقية، وإنتي ارفعيه، أو بدهم يفتحوا الون نوت ويتدربوا على أي في أي محل. إن شاء الله، يتابعوا التسجيل ويردوا يمسكوا الخطوة. أوكي، طيب هلا راح ناخذ كمان لشوف إنكم متابعين أو لا.
تقريبا انهيتي مس انصاف نعم عشان نبعث الكود. في راح نروح كمان مره على الوان نوت. يلا مشغوله بالوان نوت على الكلاس بوينت. والسؤال هو بيقول لك الوان نوت هي اداه لجوجل او اداه لمايكروسوفت او اداه لاوفيس؟ يلا اعطوني اجابات. كملوا بدكم غششكم. يلا احنا كنا قلنا قبل. يلا على شو دخلنا تمود على الون نوت؟ يلا تذكروا رحنا على المتصفح الالكتروني وكتبنا كلمه، كتبنا اوفيس اعتقد هيك استاذه شوقية، كتبنا اوفيس. بس الاوفيس هي بنت مين؟ هي بنت مين؟ ممكن الون نوت اخوها الون درايف، اخوها التشيك بوينت. يعني هي بنت لمين الون نوت؟ صحيح. لو تغلق صوت الموسيقى هذا لو تغلق الموسيقى هلا الصوت ظهر؟ ظاهر. أنا بحكي اغلق الموسيقى، تفضلي احكي عشان ما كنا سامعينك. أوكي أنا كنت بقول إنه إحنا لنفوت للوان نوت كنا فتحنا المتصفح الإلكتروني ورحنا عمكان. ما رح قول إنه الأوفيس، ما رح قولها أنا، يعني ما رح قول انه الاوفيس. بس هي الاوفيس منه يتيم، هي الاوفيس له ابو له ام. شو هي؟ هي المايكروسوفت. يعني الوان درايف تبع الوان نوت تبع شو هو واخواته الوان نوت والشير بوينت. نعم الاب الروحي مخلف كثير ما شاء الله. هذا عمه مايكروسوفت ما شاء الله عليك. احنا ما قلنا اشي استاذه شوقيه، لا غششناهم ولا شيء. هن لحالهم بيكتبوا على الشات. في ناس لا، فوتوا على الوان نوت، فوتوا على الكلاس بوينت. ما راح اجاوبكم على اي سؤال اذا ما فتوا على الكلاس بوينت. يعني بدي اشوف نباهتكم وشطارتكم. انا ما بشوف الشات هلا، انا بشوف الا الكلاس بوينت. هاي الرقم بعوت على الشات. افتحوا على الكلاس بوينت 3 8 1 9 7. يلا فوتوا حبايبي. هي اوريدي فيها 43 شخص. وناخذ واحد نديله برو 3 شهور، ايه رايك؟ من عندي. يلا هدية. يلا ملا استاذ. رح ناخذه بطريقة عشوائية. يلا فوتوا كلكم، يلي فوتوا رح ناخذهم على أستاذ أمير. نعم اتحدهم في أستاذ لمياء مش عارفة تدخل على كلاس بوينت، مع أني حكيت قبل شوية. لا بسيطة خالص. يلا فوتوا يعني كلكم اكتبوا منشان تفوزوا. هذا الأستاذ أمير يعني جينيرو بنقوله بالفرنسي، يعني طيوب كتير معطاء. تسلمي. شكرا إلو. الله يبارك فيك. احنا بنكتب على الكلاس بوينت. هي عاوزه تشرح لهم يعني في حد مش عارف يخش. اوكي. يعني اكتب لهم استاذ امير الرابط www.classpoint.app. بتفوت بيطلب منك الكود، الكود مكتوب من فوق 3 8 1 9 7. وبعدين بتكتب اسمك وتفوت. هو سهل بسيط خالص، بنكتب على اي متصفح كلمة كلاس بوينت بس، حتى بالعربي ما فيش مشكلة. حتى بالعربي كلاس بوينت وبتكتب بتفوت على انتر كود، ما بتفوت على الانجاز تمارين، بتفوت على انتر كود. لان دي بتاعت بس طالب. بس يعني. هو في الفصل عندنا 48، يعني وين راحوا 48؟ موجودين. راح نشوف مين ما جاوب. هلا عنا 23 جاوبوا، 25 لسه ما جاوبوا. أستاذ سفيان، أستاذة شادية، أستاذة ولاء، يلا شو منتظرة؟ رائدة، أمير، مستورة. كنتي شطورة مستورة، ليش لهلا ما جاوبتي؟ ماجدة، إيمان، شوقية، يا حيف علينا.
جاوبت بعض حالي ما شفتك أستاذة شوقية. رديت أنا أول واحد عندي. عفوا دخلت بس لسه ما في مجال إني أكتب. من عندي. أوكي. أنا بعثت الرابط على الشات هو للكلاس بوينت اللي عايز يدخل من عليه مش عارف يعني هيدخل مباشرة على طول هيكتب بس النمبر بتاعه وال بتاع الكلاس ويكتب اسمه. في هدية بثلاث أشهر، هيدي هدية سخية جدا أستاذ أمير. نعم ما شاء الله. نعم تسلمي. سخية جدا في العادة بياخدوا شهر. عشان أنا ماستر. ما شاء الله. المدرب للكلاس بوينت وكلاس بوينت. أستاذ أمير رح ياخذ بيدي لصير ماستر زيك. عيوني حاضر. الله يخلي لي اياك. تسلم لي عيوني. يلا. وفي كم اقول تاني ولا انا كفايه النهارده واحد؟ يلا احنا صرفنا بقول بالتونسي في تونس بنقول يلا انا صرفت. دول كان عشان حصتي يعني بس ما فيش مشكله عشان عيونك وحضراتك والاستاذه شوقيه وحضرتك بنعطيهم عادي ما فيش مشكله. الله يخلينا اياك. تسلمي تسلمي. بس يلا هو يلا على ما في اكثر من هالكرم. الله يبارك فيك. يلا يلا منافسه شديده. يلا مين اللي بده ياخذه؟ يلا ما في مشكله في منافسه بس على اخر اغلقتها على اخر. معلش معلش ما علينا استاذ. لو فزت بده يزغرد. اوكي الفايز راح يزغرد. طيب احنا ما خرجنا من هي اعتقد لسه هي فايته. هاي هي اوكي 32 اجابه ما شاء الله ما شاء الله. طيب اوكي راح نكتفي هالقد بس فوتوا على السؤال اللي بعده واللي بعده منشان تحصلوا على الجائزه بثلاث اشهر. اوكي هي راح سكرها هلا. في راح تعطوا سؤال بسيط هو راح ترسموا رسمه بسيطه لتعبروا فيها عن رضاكم على مستوى التدريب يعني بتقيموا المدربه منشان انا بدي اقيم حالي واعطي لحالي دفعه معنويه ان كان اعجبكم فالحمد لله ان كان ما اعجبكم ولا يهمكم راح صلح من حالي وراح غير من حالي واطور من حالي فاي نقد بتعطوا لي اياه انا فرحانه به وبكون مسروره فيه وبطور من حالي من خلاله فيا ريت تكونوا كثير كثير موضوعيين. تفضلوا. هاي الاستاذة ميلتا في عندك اقلام استاذتي راح احذف ولا راح خليها؟ اوكي عندك اقلام تستعمليها استاذتي. شكرا استاذة سامية. استاذ علي. استاذة ديما شكرا حبيبتي. استاذة عفاف خلينا اياكي. انتي الحب ام كلثوم. جريت مستورة الله يخلينا اياك. طبعا ثلاثي يعني استاذ امير اهلا سيدين حبيبتي استاذ امير واستاذة شوقية وانا شخص عابدكم المتواضع اكيد رح نبدع مع بعض. اكيد اكيد ما شاء الله عنك يعني كلك طاقة ايجابية وبتحس غطب عنه الواحد بده يشارك معك. شكرا حبيبتي هذا بعض ما عندكم حبيبتي. الله يرضى عنك. انا شاركت من هون بقلب حب اكيد وصلك من قلبي لفلسطين. من قلب فلسطين لقلب تونس. اكيد والقلبين قلب واحد. ان شاء الله يا رب ان شاء الله نلتقى في مكان واحد يا الله القدس ان شاء الله يا رب. سجى حبيبتي ولا يهمك حبيبتي سجى هذا أكيد قلت انتباه أنا عارفة إنه الإجابة عندك يا روحي ولا يهمك. نبيل شكرا أستاذي الكريم. إيمان أنت اللي رائعة. يعني الكلاس بوينت لما بتستعملوها بتصيروا تحفزوا طلابكم يعني ولا يهمكم. أنا في الفصل بروح فايتة هون لأنه في الخجولين وهيك بريح بصير عفوا حبيبتي ليش لهلا ما جاوبتي. يلا يا روحي انا منتظره اجابتك ورسمتك الحلوه ما انت مبدعه في الرسم. علي شطوري ليش لهلا. ديما وينك حبيبتي يلا فوتي
بتصيروا تحفزوا الطلاب لا يشاركوا لأنه هيك هيك هم يلي مش متأكدين من الإجابة وما يعرفوا إجابات إذا كانت صحيحة أو مخطئة فما راح يشاركوا فبتصيروا تحفزوهم دائما التحفيز مهم جدا للطلاب وحتى إحنا الكبار يعني لما بصير بحكي مثلا ليلى حبيبتي ليش ما شفت إجابتك لهلا فهي من غير ما تشعر بتروح تكتب الإجابة عرفتوا فحتى نحن الكبار بنحب التحفيز وبنحب الجوائز وبنحب إنه نسمع اسمنا بينذكر ورسمتنا بتتشاف وهيك معنا فما بالك بالصغار ليلى حبيبتي أهلين رائعة أحسنتي دويبي دويبي نعمة ما أحلى اسمك يا نعمة كوثر أنا تعودت فيك يا كوثر صرت ما بقدر أدي لقاء من غير ما تكوني موجودة أستاذ محمد هذا أكيد محمد العمري لأنه كاتب بيان بالفرنسي تريبيان تريبيان رنة الفرنسي عندكم أنتو كتير حلوة لأنه بتكون معجوقة مع الإنجليزي ممتاز يلا فوتوا لتحصلوا على الجائزة لأنه الاختيار رح يكون عشوائي من بين اللي جاوبوا فما بدي حدا يتحرم من هاي الفرصة مو أي تدريب رح يصح لهم يعني على العادة بياخدوا دايما شهر لأنه الأستاذ أمير ماستر ترينر ولا ماستر ترينر هيك أستاذ أمير يس يس مدرب معتمد من كلاس بوينت نعم ومدرب كوتش كلاس بوينت أوه ما شاء الله الحمد لله ما راح فيلم من عندك أستاذ أمير أنا دايماً بتابع فرانكو كتير حلو تدريباته كمان فرح صير أتابعك أنت وين بتعطي اللقاءات أبعث لي راح أحضر حاضر هذا إنصاف تعطي الفورم يا أستاذ أمير أيوة نزلته حضرتك نزلته نعم تمام والأكواد هنزلها أوكي حاجة. أوكي تمام راح نكتفي بهاي القدر وهلأ راح تعطونا رأيكم على الون نوت تنزلها في المايكروسوفت تنزلها في المايكروسوفت فمو هلأ راح أحط كمان قلبين وراح أسكر هايدي بس هاي المرحلة الأخيرة يلي راح يعطي فيها الأستاذ أمير 3 أشهر يا ريت لا تبخلوا علينا بالمشاركة ولا تبخلوا على حالكم بهي الفرصة الثمينة. الآن نفتح لهم المجال للأسئلة يا أستاذ إنصاف عشان طولنا عليهم ما احنا راح نفتح لهم بقول لك حد لو عايز مسجل فيديو برا وعايز يضمنه داخل ينفع؟ يعني لو هو بيشرح درس فصوروا أيوة فيديو. أيوة ما هي هي الخاصية موجودة في الوان نوت 2016 تمام. موجودة في 2016 بس على 2010 لا أنا أخذت لهم هاي دي لأنه الكل ما بيعرف الوان نوت ففضلت أني أشرح هاي جميل. هاي التطبيقة على أنه أشرح الثانية لأنه الثانية فيها كتير ميزات أخرى فهن لما يفهموا الوان نوت 2010 بيصير من السهل عليه ويطبقوا على الوان نوت 2016 رأي. بس لو شرحنا الثانية كانوا راح يقولوا لها دي صعبة علينا تمام أوكي تمام طيب هلا رأى فقط أستاذة شوقية راح نختار اسم من الأسماء الموجودين فأنت أستاذ أمير اللي راح تختار أوكي شوفي لون بقى طيب مش لازم نعمل قيم التدريب في صورة فقط نكتفي بهذا القدر بس أنا رح نختار أنه رح أنزل لتحت يلا ما شاء الله اوكي راح اخذ هاي مثلا هاي دي راح انزحها
هو بطيء شوي، راح انزع السؤال لحتى اقدر اني نعمل السحب العشوائي. كم شخص استاذ امير، هو شخص واحد او فيك تعطي اكثر من واحد؟ نعم انا، وعشان خاطركم انا اعطي ثلاثة. يلا ما شاء الله، ما في مشكلة. اوكي اوكي هلا راح نشوف، ولا هياخد يتواصل معنا على الهاتف عشان ادهوله ان شاء الله. نصور الشاشة ويبعت للاسم عشان بننسى. طبعا يلا نستنى شوي لحتى يتفعل، وانت راح تعطيني اللون وتعطيني رقم، بتعرف زي ما بنعمل على الشبكة يعني، ثلاثة من فوق وأربعة بالعرض، وبتعطيني وبضغط بإذن الله. بإذن الله يلا. النت صعب قوي، حتى مش عارف أنسخ الأكواد. صعبة جدا. احنا عنا في وزير مراته توفت، فكل بيتواصل معه، منشان هيك حتى النت ضعيفة. هو توفت امبارح الله يرحمه. الله يرحم الجميع. امين يا رب. هاي هو. طيب راح نفوت هيك. يلا راح ننزل لتحت استاذي. تمام حاضر. لا راحت. هاي هي على بالك. معلش يلا يا استاذه ايوه استاذه شوقية، ممكن الاكواد حطيها لان بينسخ بالعافيه يعني عندي، مش عارف أوكي. ايش اوكي اوكي يلا بسم الله. يلا شو بدك استاذي؟ احنا هنيجي من على اليمين. ها الصف الثاني اللون الازرق. أيوة. هيدا تحت. ايوه تمام بسم الله. بسم الله. اي اماني درويش الف مبروك ست اماني. مبروك. حد يسقف لها الف مبروك. انا هعمل لها بالافاتاره. لحظه واحده. شو كمان اشوف حد. لحظه واحده بس. اوكي نجيب اللون الاخضر في الصف الرابع اللي هو اخضر فوق. ايوه تمام. ايه ده ابتسام الرشيدية. جميل جميل. ألف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ثلاث شهور برو يعني في على الكلاس بوينت. نيجي على البنفسجي في السطر اللي بالنص بينهم بقى، شايف حضرتك ده آخر. أيوة اللي ده. هو في النص. لا لا هنا في النص. في النص السنة الثالث. على اليمين الثالث. الثالث الثالث. أيوة صف الثالث تحت بقى. فلسطين. يلا بقى خلاص. يلا فلسطين. والله حظها فلسطين. يو ار لاكي سو لاكي. يس اوكي ان شاء الله يتواصلوا معايا وانا ببعت لهم اللي فلسطين واماني وابتسام. شكرا طبعا للاستاذ الاستاذ امير على هذا السحاء. تسلم. الله يبارك. انا راح ارسل لكم كمان اما ما بعرف استاذه شوقيه راح ارسل لك على الشات لهيدا اللينك تبعي يلي فيه كل لينكاتي وهيدو الاكواد تبع المايكروسوفت لورن. فيا ريت لو تفضلتوا، فاحنا كمدربين من حقنا عليكم انكم تعمروا الاكواد، فهيدا فقط طلبنا الوحيد منكم طبعا. لو اعطيني الشير بقى. طيب راح اعطيك الشير. اعطيني الشير لحظة واحدة. اوكي. حاضر. على مهل. معلش قبل ما خليني اوقف انا الشير لاني بدي اقدم لكم هدية برضه انا. تمام. لانكم تستحقون. ان شاء الله عليكم. بارك فيك استاذة. ما شاء الله كتبتي ووفيتي ابدعتي يعني جد. يعني معلومات شافية كافية ما شاء الله. بارك الله وبارك الله بك يا أستاذ أمير. تسلمي. الله يبارك فيك يا أستاذ. من فريق أنا شوقية حواوري
المبادئ نحو القمة. ريت لو سمحت تغلق المايك أستاذ أمير عشان من عندك الصوت. حاضر. اغلق المايك لو سمحت. عليكم السلام ورحمة الله. إذن فريق نحن المبادرون نحو القمة بقيادتي أنا شوقية حواور من فلسطين الرباط، أقدم شهادة شكر وتقدير للأستاذة والمدربة الدولية الرائعة والمميزة بأدائها الأستاذة إنصاف بن راشد من تونس الحبيبة بقيامها بهذه الورشة التدريبية الرائعة عن أداة الوان نوت كأداة من أدوات مايكروسوفت وأهميتها للحصول على لقب كبير وعلى تنظيم واجباتنا وأعمالنا كمعلمة. بارك الله فيك وشكرا لك أستاذة إنصاف. كما أود أن أقدم بالشكر والتقدير للأستاذ مسير هذه الورشة التدريبية الأستاذ الرائع والمدرب العالمي الأستاذ أمير سالم الحبيبة لقيامه بتسيير هذه الورشة بأداء فاعل وأداء مسبرة بك وبأعمالك. كما أود أن شهادة سفير فريق نحن المبادرون نحو القمة، تبارك الله بك وبعملك، نتشرف بك كسفير لفريقنا. وأيضا الأستاذة إنصاف في 10/3 كانت قدمت عندي أيضا في فريقي أيضا ورشة تدريبية عن الوان درايف وهي سفيرة للفريق. بارك الله بكما وبعلمكما وجزاكم الله كل خير. أشكركما على هذا على هذه الورشة، كما أشكر جميع الحضور من جميع أقطار الوطن العربي، وأشكركم كل باسمكم ولقبكم. بارك الله بكم. تفضل الآن أستاذ أمير. تسلمي، الله يبارك فيك، أحسنت وجزاك الله كل خير وعلى عطائك الجميل والرائع. وإحنا نتبع الأسلوب الرائع بتاع حضرتك وذوق حضرتك على التقديم الطيب والشهادات الجميلة دي، وإحنا شرفنا كل شيء قدمته لنا النهاردة، وده شيء يدفعنا أن إحنا نعمل للأمام لخدمة إخواننا الحضور ونقدم لهم أفضل ما عندنا إن شاء الله. وإحنا كلنا نقلل المعرفة، وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث نشر العلم صدق، فإحنا كلنا بننقل علم يعني بسيط خالص لحضرتكم، ونتمنى رضاكم جميعا. ونشكر الست إنصاف على المجهود الرائع والجميل اللي قامت به، وجزاكم الله كل خير. الأخوات اللي فازوا النهاردة يتواصلوا معايا على الخاص، وإن شاء الله أنا بعطيهم الأكواد يحطوها في الكلاس بوينت إن شاء الله. أستاذ أمير اكتب لو سمحت رقم الواتس تبعك في الشات. حاضر حاضر. طيب ممكن أشير الشاشة بقى عشان الشهادة، لأن الشهادات ما كانتش طالعة عندي يعني بإذن بعد إذن حضرتك. اتفضل. ماشي اتفضل. بس هو غايب شوية لسه. أيوه معرف. أيوه بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهرة كده حضرتك؟ نعم نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن هي كأنها اي لحظه رجعت تنزل انت بشعر. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى اسماء الاكواد التي لم تعمل بتكون مدخل فيه او كم العدد. نعم لحظه شكرا يا سدين. شكرا حبيبتي. شكرا لك. الآن أي حدا بيحب يشارك أكواد عادي، لكن نعم. في أول يا أستاذ شاركت الأكواد اللي تبعتنا اللي أرسلت لك إياها على الواتس. أنا عملت منها جزء والجزء الثاني لسه، لأن الشات ضعيف جدا يعني ما بتاع النت يعني. الشهادات واضحة حضرتك كده؟ الصورة واضحة؟ تمام. هذا شهادة للأستاذ التيمز برضو معلق. التيمز برضو أول إيش طيب. يفتح الإشهادة وبعدين شاهد هو معلق ما أعرف إيش فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر. ف يلا بسم الله عشان في حد بيكتب وبيجي يروح معلق معانا الخط هنا. بسم الله الرحمن الرحيم.
ايوه عفاف دائما سباقه كتبت هذه شكر وتقدير للاستاذ امير للاستاذة انصاف حفظ الله بها خلينا اشاركهن طب اوابي عندي ماشي ايه اللي وصل عند حضرتك لسه؟ لسه ايوه ما هو اول مره النت يعمل كده مع ان عندي قويه ما شاء الله يعني بسم الله الرحمن الرحيم ومميزهم لي كده بحاجات عجيبه طيب اقول لحضرتك ممكن تشاروه من عندك احسن بقى لان مش عارف في ايه طيب ابعت افضل اتفضلي تمام اللي بيبعثتهم ست عفاف ليش هم ابعتهم لك على ال لا لسه على ميل احاول من عندي طيب هو اعتقد ان هو ده اعتقد ده خلاص كده شوفي على كده حضرتك ايوه الان هل ظهرت شاشتي ظهرت الشاشه انا وانت بنشير في وقت واحد طيب تفضل نعم. شير ما فيش مشكله حضرتك طيب حاضر بسم الله الواحد الاحد اللهم لا حول ولا قوه انا راح اوقف التسجيل عشان تمام طيب شوفي